السلام عليكم. عندي هنا بيجو 301، المشكل راني معبز على الاكسيليراتور الكامل. ها شوف ايش راح يحصل، راح يحصل هنا. ها راني معبز عليه كامل، راح حاصل هنا ما يزيدش، والتسارع نتاعها ضعيف شويه. رايح نمشي، راني معبز كامل على الاكسيلاتور. ها راني عقب الدزيام، راني ماكسيليري كامل، التسارع تاعها ضعيف شوي. ما فهمش وشنو هو البروبلام اللي فيها، والله المشكل. وكاين ثم ثانية رعدة شوية في الموتور، كاين هنا ميكانيكي قال لي هذه الرعدة راهي في الرادياتور مش في الموتور. هنا يا برك، هاي هنا شو كي ندير كيما هكذايا، تروح ما كانش رعدة، ما ثماش رعدة.